اخبار؟ علوم. انا رايحه اقابل صاحبتي غاده. صفوان رايح يقابل محمد وحمزه، ورايحين دحين نجيب رؤى عشان نجيبها معانا. اوكي، جبنا رؤى، رايحين بازار اسمه بساط الريح. بساط الريح ده شيء. ايش تقول على الزحمة دي؟ هي جدا كده تغير. هي لوني ترد عليك خلاص. اخيرا يا جماعة عدينا الاشارة. دقيقة احنا ليش وقفنا هنا؟ قابلت غادة ودحين بس بنتمشى. صراحة جعانين فبنستنى السواق يجي. حنروح ناكل. جينا مطعم مكسيكي حناكل بريتوس. جينا بيت خالي ونزلنا الديوانية وبنلعب بلوت 50. اكتر خلاص طخت خلاص تورط 50. اليوم رايحة لعماتي عشان نسلم عليهم. جاني السواق فخرجت له دحين. مرة حر. هاي موسى، كيف حالك؟ وخلصنا من بيت عمتي ولا أرسلت معايا بليلة. أوه، تشوشت الكاميرا في رطوبة. على فكرة هذه بيت عمتي الثانية، وهذا بيتنا اللي كنا عايشين فيه لما كنا عايشين في جدة. يعني دحين مهجور صراحة، ما في أحد فيه له، بس هذا البيت اللي لما اتولدت عشت فيه لأول 4 سنين في حياتي. أوكي، اليوم في عزيمة سحور في بيت خالتي. بس قبل ما نروح لها لازم نصور لقريبتي هبة، تحتاج مصور، فحنروح نساعدها. دحين حنبدأ نصور. ركبنا الكاميرا. اوكي، دحين رايحة العزيمة وحتهزأ من جدتي عشان مرة اخرتهم. اوكي، وصلت بيت خالتي، دحين افرجكم. أبا أدخل. خلينا نركب الأسانسير. ركبنا الأسانسير. أوكي، هرجع أنزل تحت. إيش رأيكم بجلابيتي؟ سرقتها من دولاب جدتي، ما أعرف حقت مين. الحين داخلين المطبخ. ايش الاكل فاطمة؟ ما ادري. ايش الاكل؟ اكل واحد. طب جعانة. ايش هذا؟ دوبي. ايش الاكل؟ سيكريت. ايش هذا؟
حالك؟ انتي مين؟ انتي مين؟ انا خيار. ايش اسمك؟ خيار؟ اسمي ميار. ميار؟ يلا قولي شيء عشان احطه في البلوج. شيء. كل الناس بيقولوا ما شاء الله مرة حلوة حنان. أصلاً ما قريت الكومنت. عادي. قولي شكراً. شكراً. قولي. حنان يلا. قولي شكراً. شكراً. هاي. إيش عندك نصائح جدة؟ اتق الله. طيب. صلاة وسيدة سيدنا. طيب. وبطل الشيشة الدخان. سمعتوا؟ فين الدحين؟ في بيت خالة نعم؟ في الحوش؟ ايه. اوكي راجعين بيت جدة وخليتهم كلهم يباتوا معايا. ايش بنلعب؟ نسيت. ايش بنلعب؟ ماري بارتي. صح. طنق 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 طنق. أنا مرة ممثلة فنان. مبروك وصلت لنهاية الفيديو. لو عجبكم حطوا لايك. لو ما عجبكم حطوا لايك. لو ما عجبكم برضه حطوا لايك. بكرة أعتقد إنه حنطلع مكة أظن. لا أنا حطلع معهم. أنت ما حتطلع معهم. بس. بعدها يوم الجمعة عندي عزيمة بيت عمتي. ايش كمان؟ لازم اخلص البحث. ترى على فكرة البحث ما خلصته. لازم اسلمه يوم الجمعة. ان شاء الله نخلص كل شيء. المهم لا تنسوا تحطوا لايك وسووا سبسكرايب واشوفكم على خير. لا تنسوا